ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتضغط على إعجاب. قناة درابوكا لتعليم الطبلة. اتكلمنا عن الأرتام واتكلمنا عن كل حاجة الحلقات اللي فاتت، ومعلش اتأخرت عليكم شوية في الحلقة الجديدة. نتعلم النهاردة طريقة عمل التركات، اللعب كده اهو يا جماعة، اهو الصوت دي يا جماعة تطلع من هنا زي كده كده، تمام؟ الصبع ده على الحروف كده اهو كده، تمام؟ اهي كده كده، تاني تاني، تالت تالت، تمام؟ تركات يا جماعة كده، تمام؟ في كل المكان تركاتنا اهي، واحد اتنين، رول رول رول. ممكن نقول لعبة تانية برضو بس بطريقة تانية زي كده اهو. بصوا يا جماعة، ممكن نسميها طريقة الرعش، صباعين بس، الصبع ده والصبع ده كده اهو يا جماعة كده اهو، تمام؟ أسرع دي من طرق تعليم الرعشة.